Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Jawad! Joyeux anniversaire! واش لا فامي صافا عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفلوج الجديد هذا راكم عارفين اخوتي مع هذا الحجر الصحي ما كاين ما يدار في برا دونك علاش قلت اجي ندير فيديو في الدار وهذا الفيديو هذا غريب شويه المهم حسبوه كيما بغيتو تحسبوه اليوم 29 مارس عيد ميلاد ديالي دونك قلت علاش لا واخا ما نحتفلش برا نحتفل في الدار وقلت اجي انايا بنفسي انا نصيب هذه الكيكه هذه ومهم حلو هذا لاكريم المهم غنشوفو في الاخر كي غطلع دونك قلت انا علاش نشوفو واش غتصدق ليا ولا لا دونك اخوتي غتعيشوا معنا الاجواء كامل كيفاش غنصيب وكيفاش غانا دابا غنخرج نتسخر غنشوف اشنو ناقصني وشنو ما ناقصنيش باش داكشي اللي ناقصني غنخرج نجيبو برا واخا ممنوع عليا نخرج حيت ما عنديش الورقه دونك غنشوف كي غندير ودابا غنمشي الحال دابا راه شي 5 ونص يعني غنشوف كيفاش ندير باش نجيب السلعه ديالي ونجيب حالتي سو اخوتي يلا تشوفوا معنا المقادير واللي كاينين عندنا واللي خاصنا غنمشي نجيبوه بقاو معنا اخوتي كملوا الفيديو كملوا الفيديو بيس ليكم هانتوما الخوت يلا خرجت نمشي نجيبو تخيلوا معايا دابا راه شي 5:57 دقيقة يعني الله لقى الحال وشحال انا خرجت دابا بالبيكارا هانتوما ضربوا لي على الصنداله الصنداله اللي لابس كلشي على الصنداله حتى صندالتي ما لقيتهاش والله ما لقيتها بويا انا وصلت عند مول الحانوت ضربوا لي مول الحانوت كرياج كمصطفى شنو رخيص طافا؟ زيان شنو داير الكمامة؟ ضربني برد اخويا تروحت و هكذا كل ودير عندي هنايا زين برد جي كنجري وحق الله ناخذ 3 دقائق كاين سويتيز سويتيز لا والو هاد السويتيز ما لقيتهاش ولكن غنمشي حتى نجيبها بلاتي بلاتي المهم اخوتي دابا نوريكم المقادير انتم تشوفوا بلاتي المهم غنبداو ب هذا الشكلاط اللي غنزوقو به عندي هنايا 4 ديال الطحين الفورس الرطب كاس ديال سنيده كاس الزيت كاس ديال الحليب 4 ديال البيضات صغار الا كانوا كبار من الاحسن دير غير 3 انا عندي صغار الملون احمر باش نزوقو عندنا فانيا وحده جوج خمارات وجوج ساشيات ديال الكاكاو وعندي الكريم شونتيي حتى هي باش غادي نزوقو صافي وهذا الشيء ديال التزيين هذا ديال الزين هذا المهم هادو هما اللي خرجت على ودهم جبتهم المهم اول حاجه غنبداو يومك ما عارفين هي الطابليه على ودي الحوايج باش ما نوسخهمش غريبه تلبس الطابليه وحق الله تحيه للزوافريه صافي احنا واجدين دابا نبداو دابا الخدمه دابا غنبداو الخدمه دابا اجيو معنا تشوفوا المهم اول حاجه غنبداو بها هي غنفخصو البيض هنايا وغنديرو معاه ثاني غنخلطوهم مزيان المهم اجي تشوفو معنا اجي تشوفو معنا كيما قلت لكم البيض غنبداو نفخصو البيض هو الاول ثاني دابا قلتي البوكاني يلا طربو مزيان المهم صافي راه خلطنا دابا راه كلشي غنخوي دابا الحليب نزيد الزيت المهم غنديرو دابا الطحين المهم عرفتي كي ولات المهم دابا غنزيدو خميرة المهم دابا غنخلطو هادو ديال الكاكاو هما جوج ونخويهم عليهم Thank you.
زيد مرة واحدة. صافي 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 صافي. ايوا المهم من بعد ما طابوا هذوك فوق الاخر هما كيخرجوا لك بحال هكذا شنو شي خرجوا بحال هكذا وصايبنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه اللي صايب دابا خمسه دونك دابا غادي نمشيو نخلط هو غادي نخلطوا هذا تشيلوا لي كاس ديال الحليب دابا غنبقى نزينو فيها دابا نشوف الفينيش الفينيش هانتوما كي جات زوينة ولا لا قولوا لي في لي كومونتير واش زوينة ولا لا نشوف المهم ماشي ضروري يخرجوها المهم هنا تهرس ليا هنايا هنايا تهرس ليا كي ماشي مشكل المهم دابا شوفوا شوفوا الحاجه كتشوف من البعيد انت من البعيد من البعيد كاينه ولا لا الله هانتوما الحليوه ناضيه كاين ولا لا حطو دابا شنو غنحطوها في الثلاجه دابا باش باش تبرد ديال بصح شويه كتشي لمشات تهرس زوين هي المهم اخوتي من بعد ما صيبنا الحلوى دخلنا للثلاجه دونك دابا هي اخيب حاجه عندي هي هادشي هانتوما هما الحليله هادي هادشي كامل خصو يتغسل قالك الدار نتا اللي غتغسلو درتي واحد الحاجه غتكمل عليها نتا دونك ما عندي ما ندير غنغسلو المواعين اعدى حاجه عندي هي غسيل المواعين قسما بالله ما كنحبش نغسل المواعين ولكن غنغسل بزز مني حيت اليوم هاد النهار خصني ندير فيه شي حاجه تكون سبيشال فهمتي شوفو بدا تبكى وي هاديك ها
دابا تقطع بوت ثلاثه تخرج بوت جوج اطلع شي مسكينه راه كونسونطري في العمل ديالها بدات تلقى جواد في جميع الصفحات حتى في ذوك جوج حلوات اللي دايرين في هذا وصلنا لنهاية ديال الفلوغ، كنتمنى يعجبكم الفيديو وكشتو معنا كيفاش داز هاد عيد الميلاد هذا في داخل الدار. دونك اخوتي كنبغي نشكر واحد الناس ديال الانستغرام هما اللي باركوا لي، والناس ديال الواتساب هما اللي صيفطوا لي ميساجات، والله كيفرحونا ديك الميساجات اللي كتصيفطوا لي. كنبغي نشكركم من هذا المنبر هذا، والناس اللي ما عارفينش الانستغرام ديالي هو نحطو لكم هنايا، تقدروا تابوناو فيه باش اي حاجه درتها والا تكونوا عارفين نتوما الناس ديال اليوتيوب. المهم اخوتي كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، اللي عجبو هذا الفيديو هبطي ديال لايك وكتب لنا كومونتير. المهم اي كلمه زوينه ولا خايبه متقبله منكم. ليلة فلوق جاي إن شاء الله أخوتي، وبيت لكم بيت.